مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، وفيها من موقع الوحدوي نت: نقابة التدريس بجامعة عدن تدعو لوقفة تضامنية مع أساتذة جامعة صنعاء. وفي موقع 26 سبتمبر: القوات الحكومية تلقي القبض على مسؤول تموين الحوثيين في نهم وصرواح والجوف. وفي صحيفة القدس العربي: 320 مليون شخص حول العالم يعانون من الاكتئاب. في أكثر الأخبار قراءة: الخوذة البيضاء يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير. أهلا بكم. والبداية من التساؤل الذي يكرره موقع الموقع بوست باحثا له عن إجابة، ويقول: ما إمكانية تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية وأثر ذلك على مستقبلهم؟ وقال الموقع: برزت طوال الفترة الماضية دعوات عدة من قبل بعض المسؤولين اليمنيين لتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، على غرار عديد من التنظيمات التي تم إدراجها في تلك القائمة كداعش والقاعدة، بتلك الدعوات التي بدأت تتحول مؤخرا إلى مطلب شعبي تجسدت بطلب رسمي تقدمت به الحكومة اليمنية منتصف الشهر الجاري إلى الأمم المتحدة. ويرى المحلل العسكري علي الذهب أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية ما يزال ورقة مساومة، ومن المبكر أن يقوم المجتمع الدولي بذلك. يكشف موقع يمن مونيتور عن ما أسماه أكبر عملية احتيال تقدم عليها ميليشيا الحوثي في صنعاء، وعنون الموقع في صفحته الرئيسية: الغذاء مقابل الخضوع، مشروع حوثي يعتزم إطلاقه قريبا في صنعاء. تستعد جماعة الحوثي لتنفيذ أكبر عملية احتيال تنطلي على موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط، تتمثل في استبدال مواد غذائية، شريطة تنازل الموظفين عن الرواتب، وإدراجها تحت خدعة البطاقة التموينية لموظفي الدولة، بدلا عن الراتب الذي عجزت حكومة تحالف الحرب الداخلية عن توفيره. وأوضح أحد التجار المزودين للسوق المحلية بالأغذية ليمن مونيتور: إن المشروع من بدايته عملية احتكار واحتيال في نفس الوقت، لأنه يقتصر على التجار الموالين لجماعة الحوثي ومن مناصري صالح. وتابع الموقع: أغلب الموظفين أبدوا تخوفهم من هذا المشروع الذي سيسهم في تمكين أنصار حكومة الحرب من الاستحواذ على الاقتصاد اليمني بشكل كبير وتصريف لبضائعهم. عن الهدف الأول لثورة الشباب وعن ضرورة عدم الحياد عنها، كتب عمر دوكم مقاله المنشور في المصدر أونلاين محذرا من غياب ما نهض اليمنيون متحدين لأجله، وقال في جزء من المقال: الدولة المدنية التي خرج الشباب لأجلها تسع الجميع، لكنها بطبيعتها ضدا لكل عقيدة عنصرية، وهذا أمر منطقي تماما، إذ أن أبدها بديهيات الدولة المدنية المواطنة، وهذه تتناقض تماما مع الاستبداد أيا كانت لافتته. ومن هنا فمن غير المعقول تحميل ثورة 11 فبراير مسؤولية ما تعانيه اليمن اليوم من حروب وأزمات، لأن ذلك يغض الطرف عمن أراد فرض قناعته السلالية ورؤاه السياسية على اليمنيين بقوة السلاح. ومن يفعل ذلك فكأنه يلقي باللوم والمسؤولية على فكرة الدولة المدنية نفسها، وعليه ليتماشى مع منطقه ذاك أن يحمل ثورة 48 المسؤولية عن استباحة الإمام أحمد حميد الدين بعدها مباشرة لصنعاء، وأن يحمل ثورة 1962 مسؤولية الفوضى والحروب التي شنها الملكيون بعد ذلك على اليمنيين وانتهت بحصار صنعاء لسبعين يوما. للثورة أخطاؤها، كما أن الملتحقين بها والمنضوين تحت لوائها خطاياهم، وهذا أمر طبيعي، فهم أبناء بيئاتهم ويحملون جزءا من الموروث الثقافي والقيمي الذي كرسه الاستبداد طوال فترة حكمه. وهنا لابد أن نتذكر أمرا أساسيا وبديهيا، وهو أن الثورة فضيلة، وليس كل الثوار فضلاء. كل ما مر ينبغي ألا ينسينا أبدا إنسانية ومشروعية مطالب 11 فبراير، وألا يجعل الثوار يتوهون عن هدفهم الأول: الدولة المدنية، دولة العدل والمؤسسات وإرادة الشعب،
وهي مطالب أساسية كان قد قارب اليمنيون الوصول إليها، واجتازوا خطوات متقدمة في طريقها ابتداء من انتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012. إلى موقع الوحدوي نت والذي عنون في صفحته الرئيسية: نقابة التدريس بجامعة عدن تدعو لوقفة تضامنية مع أساتذة جامعة صنعاء. وقال الموقع في التفاصيل إن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة عدن دعت لوقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مرتبات زملائهم في الجامعات الحكومية الواقعة تحت سلطة الحوثيين وصالح. وأعلن الدكتور فضل بامكوع رئيس النقابة أنهم بصدد الإعداد والتجهيز لوقفة احتجاجية تضامنية منتصف هذا الأسبوع لمطالبة حكومة الشرعية بصرف مرتبات زملائهم في الجامعات الحكومية الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 6 أشهر. وعبر بامكوع عن تضامنه وجميع أعضاء هيئة التدريس في جامعة عدن مع زملائهم في الجامعات الحكومية. أدان التحالف الحقوقي بمحافظة إب تجنيد الأطفال والزج بهم في معارك تابعة للميليشيات الإنقلابية، واستنكر قيام الميليشيات باختطاف أطفال من مدينة إب دون علم أهاليهم، ما تسبب بمقتل العديد منهم يوم السبت الماضي. وفقا لموقع الصحوة نت، فقد حمل التحالف الحقوقي ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية كامل المسؤولية تجاه ما تعرض له أطفال منطقة الجبانة بمديرية المشنة الذين توفوا في حادث سير أثناء نقلهم للقتال في عتمة، ونتج عنها وفاة 6 أطفال وإصابة 9 آخرين. وطلب التحالف الحقوقي في بيان جماعة الحوثي وصالح بالكف عن تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى جبهات القتال، محملين الميليشيا كافة المسؤولية. طائرة الحوثي وقرد نجاد. تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في أجزاء من المقال: يريد كبير المهرجين أن يقول إن اليمن لا يعرف قبل الحوثي تاريخا عسكريا إلا حين أخرج له هذا المهرج طائرة من دون طيار من تحت قبعة أجداده المباركين. حصل الحوثي على بعض الطائرات ذات التقنية البسيطة والتي هربت له من إيران، وذهب المشعوذ يقول لجمهوره إنه صنع راصد وقاصف وهدهد ورقيب. تذكرني طائرة الحوثي من دون طيار بخياراته الاستراتيجية العديدة التي كان آخرها ولاعة، يمكن أن يطلق عليها كذلك ولاعة من دون طيار أو ولاعة مسيرة استراتيجية. أحسن ما في الحوثي أنه كلما تعرف على مصطلح جديد أخذ يكرره على طريقة الأطفال الذين يبدأون اكتشاف مواهبهم الكلامية لأول مرة. هل تذكرون قرد أحمد نجاد الذي زعمت إيران قبل سنوات أنها أرسلته إلى الفضاء قبل أن تفضحها الأقمار الصناعية التي أكدت أن القصة مختلقة؟ المأساة أن أكاديمياً مثل ابن حبتور رضي أن يمارس دور قطران الحوثي في مسرحية العرض الأول للطائرات المسيرة، أما صماد فهذا دوره. لا عزاء للمغفلين الذين يقفون أمام شباك عرض التذاكر للدخول إلى سيرك كبير يخرج فيه المهرج طائرات من دون طيار من قبعة على رأس فارغ إلا من ملازم حسين وخرافات أبيه. لا عزاء للمغفلين الذين لا زالوا يصدقون حكاية قرد أحمد نجاد وولاعة المهرج الكبير عبد الملك الحوثي. كشف مصدر خاص لموقع 26 سبتمبر التابع للجيش الوطني أن أحد عناصر الانقلابيين الذي ألقت القبض عليه أجهزة الأمن بمحافظة مأرب مساء الخميس الماضي هو مسؤول تموين وإمداد الميليشيا الانقلابية. وأضاف المصدر في تصريح خص به الموقع أن القيادي الحوثي كان يتجول في أحد شوارع المدينة وكانت ترصده القوات الأمنية قبل أن تلقي القبض عليه. ونوه المصدر أن المقبوض عليه هو مسؤول تموين ميليشيا الإنقلابيين في كل الجبهات الشرقية للعاصمة صرواح ونهم والجوف. المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية: مقتل لاعب في المنتخب اليمني الأولمبي جراء دفعه من قبل مجهولين من على مبنى سكني بصنعاء. وقال الموقع: لقي لاعب كرة قدم في المنتخب الوطني الأولمبي اليمني ونادي الأهلي اليمني مصرعه جراء دفعه من قبل مجهولين من على مبنى سكني في العاصمة اليمنية صنعاء.
وبحسب مصدر رياضي أفاد المصدر أونلاين بأن اللاعب أيمن دحروج توفي فور سقوطه من المبنى السكني، وأن جثته نقلت إلى مستشفى الجمهورية وسط العاصمة صنعاء. وأوضح المشرف الرياضي بالنادي الأهلي أن الشرطة ألقت القبض على 2 من الجناة، فيما يجري البحث عن الآخرين. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في حوار مع جريدة البلاد أن أعداء الربيع العربي هم من أحدث الدمار في المنطقة، وأكدت كرمان أن الربيع العربي فشل مؤقتا لكنه سوف ينتصر في النهاية، وأن الإنقلابيين ليس لديهم ما يقدمونه سوى عرقلة مسيرة الربيع، لكن إرادة الربيع العربي أقوى من كل المؤامرات. وتابعت الحائزة على نوبل للسلام: الشعوب العربية لن يهدأ لها بال حتى تحصل على حرياتها، وهذا ما نادى به الربيع العربي، وهو ما سوف يحدث. وعند سؤالها عن مطالب الشعب اليمني اليوم قالت إن مطالب الشعب اليمني تتلخص في بناء دولة مدنية تقوم على مبادئ المواطنة المتساوية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وهذا كان غير موجود قبل الثورة. نحن نكافح من أجل إسقاط انقلاب دموي قام بتقويض مؤسسات الدولة ويريد إرجاعنا لعصر السادة والعبيد، هذا حقنا وهذا واجبنا. طرقات شبوة المقطوعة هو العنوان الذي تناولته صحيفة العرب الجديد، وقالت في التفاصيل: تزداد المعاناة في مديريتي بيحان وعسيلان في شبوة جراء المواجهات المسلحة التي أدت إلى قطع الطرقات وعدم قدرة المواطنين على التنقل بحرية. ومنذ مارس الماضي يعاني الأهالي في المديريتين بسبب عدم توفر عدد من الخدمات، ما دفع كثيرين إلى مغادرتها. الموظف في مكتب التربية في مديرية بيحان محمد الفاطمي أوضح أن التنقل في هذه المناطق قد يكلف المواطن حياته، ومن يرغب في الانتقال من مديرية بيحان إلى عتق يتوجب عليه المرور في مكان خطر للغاية نظرا لوعورة الطريق وكثرة الحوادث فيها. وعن الوضع الصحي في المديريتين يؤكد الفاطمي: وفاة شخصين الأسبوع الماضي في مستشفى بيحان الحكومي لعدم توفر الإمكانات وعدم قدرة المرضى على السفر للعلاج، وتوفي مريض آخر بسبب إصابته بالفشل الكلوي على الطريق خلال نقله إلى إحدى مستشفيات حضرموت. أما صحيفة الخليج فعنونت في أحد أخبارها عن اليمن: عدن تستقطب المنظمات الدولية. أما في التفاصيل فقالت الصحيفة إن السلطات الشرعية اليمنية سحبت مؤخراً بساط المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والأعمال الإنسانية من جماعة الحوثي والمخلوع، حيث باتت العاصمة المؤقتة للبلاد عدن تستقبل بشكل شبه دائم الوفود الدولية والأممية التي تقوم بزيارات رسمية وتعقد اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي الشرعية لتنسيق جهود تقديم الدعم والمساعدات المختلفة لليمن واليمنيين. مؤخرا استقبل الرئيس هادي ورئيس الحكومة أحمد بن دغر عددا من الوفود الدولية والأممية، آخرها استقبال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، وقبله رئيس عمليات الصليب الأحمر الدولي في الشرق الأوسط روبرت مارديني، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في اليمن، وقبلهم وفود وبعثات دبلوماسية أخرى. وعي التغيير. تحت هذا العنوان كتب الشفيع خضر السعيد مقاله المنشور في القدس العربي عارضا تجارب الشعوب في رغبتها المتجددة بالتغيير ومواجهة الظلم عبر كياناتها التي تشكلها تدريجيا. الوعي بضرورة التغيير ليس وليد الصدفة، وإنما هو نتاج عملية تطور تراكمي متواصل يتولد من خلال المعاناة والشعور بالغبن وضرورة إزالته، كما يتغذى باستلهام دروس المقاومة والاستنهاض، سواء من حقل التاريخ الوطني للبلد المعين أو حقل تاريخ وتجارب الشعوب الأخرى. فمن دروس التاريخ القريب رأينا كيف أن حركة الخضر في أوروبا اصطدمت بالسياسة في بلدانها ووجدت نفسها في خضم الفعل السياسي، فخاضت الانتخابات تحت لافتة حزب الخضر، بل وأصبحت جزءا من الائتلافات الحاكمة في أكثر من بلد. وحركة احتجاجات عمال حوض السفن في مدينة جدانسكا البولندية
التي بدأت كحركة احتجاج نقابي ضد النقابات الرسمية في بولندا، ودخلت في إضراب عام حتى انتصرت في أغسطس آب 1980 لتكون نقابات التضامن المستقلة. اقتربت أكثر من السياسة لتلعب دورا رئيسيا في التغيير الذي اجتاح بولندا في العام 1989، وأطاح بالنظام الذي كان يحكم باسم الطبقة العاملة. ثم خاضت الانتخابات تحت اسم نقابات التضامن لتدخل البرلمان وليصبح مؤسسها رئيسا للجمهورية. أما حركة الشباب الثائرة أو الكامنة في بلدان عربية عدة فتطرح بشدة قضايا إصلاح السياسة والمجتمع، فتتبلور عندها شعارات الحرية والكرامة والتغيير مجددة بثورية خلاقة وعي الأحزاب القائمة، وفي الوقت نفسه مكتسبة وعي الحكمة من هذه الأحزاب، دافعة إما إلى تجدد هذه الأحزاب أو تخلق أحزاب جديدة. إلى صحيفة القدس العربي وفي أخبارها الأكثر تداولاً، 320 مليون شخص حول العالم يعانون من الاكتئاب، وذكرت منظمة الصحة العالمية أن عدد الأشخاص المصابين باكتئاب في جميع أنحاء العالم ازداد بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة، وأوضحت المنظمة أن العدد زاد على ما تم رصده قبل 10 أعوام بنسبة 18% تقريباً، وأرجعت المنظمة سبب ذلك بصفة خاصة إلى النمو السكاني وإلى زيادة متوسط العمر المتوقع. شبكة البي بي سي اهتمت بحفل توزيع جوائز الأوسكار وقالت إن فيلم مونلايت انتزع جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وذلك بعد إعلان فوز لا لا لاند بطريق الخطأ. وحصل فيلم الخوذة البيضاء الذي يتناول حياة متطوعين سوريين على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير، بينما فاز فيلم البائع الإيراني بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، على الرغم من أن مخرجه أصغر فرهادي قاطع الحفل احتجاجا على قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تتابع البي بي سي، استهل مقدم الحفل جيمي كيمل بالإشارة إلى أن الحدث يجري في بلد منقسم، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تعود عظيمة مرة أخرى في حال سعى المواطنون إلى التواصل مع مخالفيهم. صحيفة الحياة اللندنية عنونت ترامب يكسر تقليدا عمره 96 عاما ويقاطع عشاء المراسلين، حيث يستكمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التي بدأها مع الصحافة الأمريكية منذ حملته الانتخابية بإعلانه عدم حضوره العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض، وهو حدث رفيع المستوى يعود إلى العام 1921 يجذب المشاهير والساسة والصحفيين، تغلب فيه المشاكسات وروح الدعابة. وغرد ترامب على حسابه في تويتر: لن أحضر عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض هذا العام، أرجو أن تتمنوا للجميع العافية وأن تكون سهرة عظيمة. وكان بعض مراسلي القنوات المنتقدة لسياسة ترامب قد أعلنوا قبل أيام أنهم قد يمتنعون عن حضور العشاء الذي سيقام في 29 من أبريل المقبل بسبب الحملة التي يتعرضون لها. يرى الكاتب عاصم عبد الخالق أن هناك تكاليف باهظة للكراهية، وذلك في مقاله المنشور في صحيفة الخليج والذي ذكر فيها عن حسابات خاسرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليقول أيضا: سمعة الولايات المتحدة التي تضررت لا تمثل الخسارة الوحيدة التي تكبدها الأمريكيون بسبب قرارات الرئيس ترامب بحظر دخول مواطني بعض الدول الإسلامية وتقييد الهجرة والتضييق على المهاجرين. الاقتصاد أيضا سيدفع ثمنا باهظا لهذه المواقف المسكونة بالكراهية. الذين تظاهروا في المدن الأمريكية رفضا لقرارات ترامب أزعجهم انقلابه على مبادئ الحرية والمساواة ونبذ التمييز بين البشر على أساس معتقداتهم أو لونهم أو أصولهم العرقية، إلا أن هناك آخرين شعروا بالقلق ليس خوفا على القيم الأمريكية، ولكن من منطلق براغماتي بحت يأخذ في اعتباره المصالح الاقتصادية قبل أي شيء آخر. وفقا لحسابات هؤلاء فإن تقييد الهجرة وحظر دخول مواطني بعض الدول الإسلامية ليس في مصلحة الاقتصاد الأمريكي وسيؤدي إلى خسائر فادحة. وقد تنبه إلى هذه الحقيقة مبكرا مجلس العلاقات الخارجية، أحد مراكز الأبحاث المهمة
حيث أصدر تقريرا خلال الشهر الماضي حذر فيه من التأثيرات السلبية على الاقتصاد إذا قيض لقرارة ترامب أن ترى النور. كما نبه التقرير إلى دراسة موسعة عن نفس الموضوع أجراها 3 من باحثي المجلس ونشرت في أكتوبر من العام الماضي خلال الحملة الانتخابية وبعد أن أعلن ترامب نيته حظر دخول المسلمين. بالطبع لم يلتفت ترامب إلى الجانب الاقتصادي المرتبط بقراراته، وربما تنبه إليه وتجاهله استسلاماً لرغبة جامحة في إعلان حرب نتيجتها الوحيدة هي خروج كل أطرافها خاسرين. تأخذ الغيوم شكلاً دائرياً ومخروطياً في بعض الأماكن عندما تهب رياح قوية ورطبة على أرض وعرة، وتتشكل الغيوم العدسية والمسماة بهذا الاسم نظراً لشكلها الذي يشبه العدسات فوق قمم الجبال والمرتفعات. والميزة الكبيرة لهذه الغيوم بأنها تبقى ثابتة بلا حراك حتى بوجه الرياح القوية. نتابع معكم بعض الصور المنشورة في صحيفة الإمارات اليوم. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.